مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال، قد غبت. اوكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مقطع جديد في مقطع دوت سكاي وورز. يب هنلعب بس كده شويه جيم عشان برضو مش عايز اسحب وكده، واقترح عليا لو عايزين انزل افلام وشرحات والحاجات ديت ولا لا. لو كده انا هسيب لكم بتاع كده فوق هنا في الحته دي، اختاروا بقى انتوا عايزين افلام ولا جيم سكاي وورز ودعس وبي في بي وكده. فيب يلا خليكم مع الجيم. اوكي باك ويلكم باك بالجيم التاني، بالجيم الاول قصدي. طبعا يعني اعذرونا على جوده التصوير، لان بصراحه يعني زي ما انتم شايفين انا جهازي مواصفاته تحت في الديسكريبشن، اللي هو بص يعني جهازي كفته، فاعذرونا على ما اجيب جهاز. لو جبت جهاز بقى اصور، فاهمين اللي هو ممكن اصور 120 اف بي اس كمان، يعني حاجه اوفر باورد قوي وفاهمني. بصور 1080 بي، انا دلوقتي كده بصور 920 اللي هي حاجه قريبه من 1080، لكن هصور على 1080 كامله اول ما اجيب الجهاز. طبعا الاخ ده تعالى، طيب بليز بليز يا تيجي يا تيجي تروح. تمام هو قرر انه يجي، ماشي. التاني عايز يطلع ولا ايه؟ تمام ده عايز يعمل فيها تراب. ده انت جاي من العصر الحجري إيه؟ تمام. لا انت طلعت. تمام استغل السترينس، ماشي. معلش على كلينر، بس كان لازم اعمل كده لان انا ما كانش معايا هيل. يب يلا بقى اخر واحد ده. طب ايه الكلام ابلع كومبو، ماشي جي جي. يلا اول جيب. انا كنت حابب اتكلم في كام موضوع، ان انا هعمل جيف اوي على اكونت في اي بي بلس، وفي حاجات جامده قوي وليفل 90 وكده. هعمل عليه جيف اوي اول ما اوصل 4500 مشترك، لان بصراحه الدعم بدا يرجع ودي حاجه مفرحاني جدا يعني. وكمان برضو يعني اللي عايزين جيف اوي كده بسيط على فول اكسس مثلا و10 فول داتا، وصلوا الفيديو ده مثلا 50 لايك. لو وصل 50 لايك في 3 ايام انا هعمل جيف اوي فول داتا واحد فول اكسس. ف انا ما عنديش اي مانع من الجيف اويات، انا بحب اعمل الحاجات دي قوي. وياب بس، وكمان يعني انها بتجيب تفاعل وكده، فياب تبقى حاجه حلوه يعني، وحاجه مفيده بالنسبه لي وبالنسبه لكم، يعني حاجه بتفيد الطرفين فاهمني. فبس يعني تمام. تعالى 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 تعالى، انت رايح فين يا بيضه؟ تمام ماشي. اوف تمام. طبعا الاخ ده لو سمحت موت، ماشي. تمام تمام ما ده هيبقى معاه سترينس، فهيحاول انه يجي علينا، لكن احنا هنبلع كومبو ده المفروض يعني. ماشي مش كانه معرج وسلاش نيك، فمش عارف. طب ايه يا اسطى مش ناوي تيجي؟ وشايف انت اللي على الشمال ده ناوي يجي كلينر شكله. تمام يا لهوي الواد ده الجلد، الواد ده الجلد يا مؤاخذة على الكلينر. تمام تعالى 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 تعالى، رايح فين رايح فين؟ انت مش شايف هيلك، مش شايف هيلك، جاي على مين بس؟ تعالى تعالى يا صاحبي، عايز يوقع عايز يوقع، ماشي. انا حمار وربنا انا حمار. اوكي سوري بس المايك فصل. فيب اوكي تكفى موت. ايوه كده موت يا اخي، ماشي. سترينس وات ذا فاك، انا ما بعرفش العب بوب بصراحه، بس يعني مش عارف، ما بعرفش اتكلم كتير يا جدعان. كمان زي ما شايفين الاخ ده، ماشي. ماشي مش لازم مش لازم، اوف لا لازم.
يا عمي تعالى بقى انت عشان معاك كده هتعرج لنا. يا بدون ايزي ايزي بوت نوب ايزي. غادرة؟ لا. اوكي هنا كل سنة. هذا المقطع ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب، وفكرة برضو الجيف اويات وكده، وفكرة الافلام والحاجات دي. طبعا كل الحاجات دي اكتبوها لي تحت في التعليقات، او هتلاقوا تصويت تحت فوق على الشمال علامة تعجب كده، لو افتكرت احطها بقى احطها. بس محمد وموبي سلام.